مرحبا بكم، السلام عليكم. عليكم السلام. أحيي مواطنينا في السودان ونترحم على الذين فاضت أرواحهم الطاهرة، وأحيي كادر الصحي الذي يعمل في ظروف بالغة التعقيد تبادل الغالي والنفيس تقديم الخدمات الصحية. نعم. الوضع الصحي الآن وحتى تاريخ اللحظة يسير بصورة متقدمة على الأيامات الأولى. لا ينقصنا شيء كما يتردد الإعلام الذي لا نعرف مصادره من أين، يعني كان منظمات تطوعية ولا منظمات مجتمع مدني ولا كيانات يعني صحية أخرى. مجموع المصابين منذ يوم 15/4 وحتى فجر اليوم الذين وصلوا إلى المستشفيات التي تقدم الخدمة على القطاعين العام والخاص 1722 حالة. مجموع الوفيات التي حضرت إلى المستشفى سواء كان لتأكيد الوفاة أو توفى أو حصلت الوفاة أثناء تقديم الخدمات الصحية 105 حالة مؤكدة بسجلاتها، يعني 46 منها في القطاع العام و59 حالة في القطاع الخاص. المصابين من العسكريين 186، 73 حالة تم علاجهم في المستشفيات العامة و113 في المستشفيات الخاصة. الوفيات وسط العسكريين الذين وصلوا إلى مستشفيات المستشفيات، يعني ما المستشفيات العسكرية، هم 15 عسكري من الطرفين. هذه عدد أرقام العمليات أقل الكلي من للعمليات الكبيرة 318 عملية، عملية كبيرة 251 عملية في القطاع العام و67 في القطاع الخاص. في العملية الحالات الخطرة 31 حالة منها 13 في القطاع العام و18 في مستشفيات القطاع الخاص، ونحن حريصين نفتح عشان ندي الحقوق للناس. القطاع الصحي هو يتكون من قطاعين، قطاع عام وقطاع صحيح خاص في تقديم الخدمات الصحية. دكتور محمد اسمح لي بس، يعني هاي الأرقام هي في عموم السودان هي أقل من أرقام منظمة الصحة العالمية، حضرتك تقول هذه هي الأرقام الرسمية. التأكيد أرقام تخص ولاية الخرطوم وليس الخرطوم السودان. الخرطوم فقط. نعم. طيب وموضوع نعم. عدد المستشفيات، يعني المعلومات التي تقول أنه في 37 مستشفى في الخرطوم خرجت عن الخدمة سواء حكومية أو خاصة، لا يوضح. نعم. لو توضح لنا هاي النقطة. نعم كل المصادر على حد سواء التي تتحدث في الإعلام هي ليس لديها أي معلومات موثقة. المعلومات عند وزارة الصحة. كل الذين يتحدثون لا يعرفون عدد المستشفيات في الخرطوم ولا عدد المستشفيات في السودان العامل منها والماء والتي تقدم الخدمات الطارئة من غيرها، ولا يعرفون المخزون الاستراتيجي الموجود بتاع المستهلكات الصيدلانية والدوائية المنقذة للحياة، ولا يعرفون بنوك الدم العاملة من قبل الأزمة واستراتيجيها في توفير الدم في حال أي كوارث ممكن تحصل. طيب. من حروب ومن غيرها. عدد المستشفيات في الخرطوم 700 في ولاية السودان 18 711 مستشفى، ولاية الخرطوم 1 على 18 من الولايات الموجودة، هي ولاية من 18 نعم. ولاية. نعم. ولاية الخرطوم عدد سكانها يمثل 25 من عدد السكان الكلي. صحيح. وبالتالي عدد مستشفياتها يساوي 15% من عدد المستشفيات الكلي اللي هو 133 مستشفى، 53 مستشفى القطاع العام و81 مستشفى القطاع الخاص. المستشفيات التي خرجت عن تقديم الخدمة نسبة لعدم توفير البيئة الآمنة لها للكادر الصحي ومتقدم ومتلقي الخدمات الصحية 10 مستشفيات من 53 مستشفى في القطاع العام، وهي في مرمى النار وكلها نعم. في مركز الخرطوم بين شارعي القيادة العامة والمكنمي وشارع الغصر، وكذلك في منطقة أم درمان ومنطقة بحري. المستشفيات القطاع الخاص التي خرجت عن تقديم الخدمة من 81 مستشفى هي 20 مستشفى بالإثم، أيضا هي في نفس تتركز في نفس المناطق في منطقة مركز الخرطوم ثم أم درمان وبحري. هذه المستشفيات التي خرجت تم تحويل المرضى الموجودين فيها قبل اندلاع الحرب إلى مستشفيات آمنة قريبة منها بالكوادر الصحية. هذه المستشفيات خرجت 30 مستشفى في القطاعين العام والخاص من 133 مستشفى لا تشكل أي عبء على 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 تقديم الخدمات الصحية، لأن طيب. الخرطوم جيد. فقط تستهلك 30% من السعة السريرية والخدمية للمستشفيات الموجودة في الوضع الطبيعي. أضف إلى ذلك ترددات المرضى جراء الحرب على مستشفياتنا العاملة هي 100 ل 200 مريض من جراء الحرب يوميا.
الترددات في وضع السلم 10 إلى 15 ألف للمستشفيات يوميا، وبالتالي لا حديث عن حوجة لمستهلكات صيدلانية ولا لأدوية ولا لدم. من يتحدثون لذلك عليهم عليهم أن يتواصلوا معنا لوريهم المخزون الموجود، كمية الدم الموجود، عشان الحديث ده غير مطمئن بالنسبة لأنه ما حقيقي وبالتالي غير مطمئن بالنسبة. لا لا أنا أشكرك على يعني ذلك. هنالك ولايات متاخمة آمنة، ولاية الجزيرة ليس بعيدة عن الخرطوم، هي خطط بديلة. صحيح. إذا تطور الأمر أكثر من ذلك لدينا خطط بديلة، النيل الأبيض، نهر النيل، الشمالية، هذه كلها ضمن المنظومة الصحية الشاملة في السودان. أشكرك يعني حصلنا من حضرتك على المعلومات الرسمية باسم الحكومة. أشكرك شكرا جزيلا المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية دكتور محمد إبراهيم.